عبد الله مؤمن رئيس الجامعه الترابيه لإزناقل. اعترافا بعمل المراه باليوم العالمي للمراه واليوم الوطني للمجتمع المدني، ارتأت جامعه إزناقل الحقيقه بتنسيق مع الشركاء اللي هي جمعيه موسم إزناقل وغرفه الصناعه التقليديه لان تحتفل بهذه الايام الثقافيه اعترافا لها بالمجهودات الجباره التي تلعبها المراه على مستوى إزناقل. ملي تنهضروا على المرأة على مستوى إزناقل، يعني جميع الأطر اللي في إزناقل هي عايشة على يعني من جبين ديك المرأة الشجاعة اللي هي فيها اللي تعمل في الزربية، اللي في الحقيقة الزربية باش قرينا، الزربية باش كبرنا، الزربية باش قطعنا أشواط مهمة على مستوى التنمية. وعلاقة بالمواد كذلك بالنسبة للمجتمع المدني تيعتبر قاطرة للتنمية. وبالنسبه للمجلس الجماعي ارتاء حتى هو باش يحتفل بهذا اليوم الوطني للمجتمع المدني لكي يكون قاطره للتنميه بالمنطقه. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه ليصلك كل جديد.